يشهد العالم اليوم توترات جيوسياسية متزايدة، ويعد الشرق الأوسط نقطة ساخنة في هذا الصراع. تشتد المواجهة بين أطراف متعددة، لكل منها أهدافه ومخاوفه. تسعى إسرائيل، القوة العسكرية في المنطقة، إلى الحفاظ على أمنها وفرض سيطرتها. وعلى الجانب الآخر تقف حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة. وتعد إيران اللاعب الإقليمي الأبرز، حيث تتبنى مشروعاً لمقاومة نفوذ إسرائيل في المنطقة. أما حزب الله اللبناني فيشكل قوة ردع ضد إسرائيل بدعم إيراني. في السيناريو الأول تتصاعد المواجهات المتقطعة بين إسرائيل وحماس لتتحول إلى حرب شاملة تشمل قطاع غزة. ومع دخول حزب الله على خط المواجهة تتسع رقعة الصراع لتشمل الحدود اللبنانية. ومع استمرار إسرائيل في استهداف مواقع إيرانية في سوريا، تجد إيران نفسها مضطرة للتدخل المباشر، وتتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة لصراع إقليمي مدمر تستخدم فيه جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة. يلقي التصعيد الإقليمي بظلاله الثقيلة على اقتصاد العالم أجمع. فمع توقف إنتاج النفط في بعض دول المنطقة وتعرض خطوط إمداده للخطر، ترتفع أسعار الطاقة بشكل جنوني، وتشهد الأسواق العالمية حالة من الذعر وعدم الاستقرار، وتنهار البورصات بسبب المخاوف من حرب طويلة وممتدة، وتجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات اقتصادية صارمة لمواجهة الأزمة، فيما يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونذر أزمة اقتصادية خانقة. في السيناريو الثاني تنجح جهود الوساطة الدولية في احتواء التصعيد قبل انفجاره على نطاق واسع، وتمارس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطاً على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية، فيما تتعهد إيران وحلفاؤها بضبط النفس في حال استجابة إسرائيل للمطالب الدولية، ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار هش تراقب قوات دولية، ويبدأ العمل على إيجاد حلول سياسية للصراع. سكشن فم، هدوء هش، مكاسب قصيرة الأجل في مقابل تحديات عميقة الجذور، يجنب احتواء الصراع المنطقة ويلات الدخول في حرب مدمرة، وتستعيد الأسواق العالمية بعضاً من استقرارها. إلا أن هذا الهدوء هش كونه لم يعالج أسباب الصراع الجذرية، وتبقى إمكانية انهيار وقف إطلاق النار واردة بقوة مع أقل شرارة توتر، خاصة مع بقاء التحديات السياسية والاقتصادية التي تهدد الاستقرار في المنطقة. سكشن 6، السيناريو الثالث، حرب عالمية، كابوس لا منتصر فيه. أما السيناريو الثالث فيجسد أسوأ الكوابيس، حيث يتحول الصراع الإقليمي إلى حرب عالمية ثالثة. فمع تدخل قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين بشكل مباشر في الصراع، تتوسع رقعة المواجهة لتشمل عدة قارات، وتستخدم أسلحة فتاكة ومدمرة، منها الأسلحة النووية، مما يخلف دماراً هائلاً في البشرية والبنية التحتية للدول. سكشن 7، العالم على حافة الهاوية، اقتصاد عالمي في مهب الريح. يمثل هذا السيناريو كارثة حقيقية على جميع المستويات، حيث تتدمر الاقتصادات العالمية بشكل شبه تام، وتختفي دول من الوجود، وتتحول مناطق واسعة إلى أراض محروقة، ويعيش البشر في ظروف مأساوية تحت تهديد الموت والدمار. سكشن 9، مواقف دولية متباينة بين الإدانة والدعم. الحذر، تتباين مواقف الدول من الصراع في الشرق الأوسط بحسب مصالحها وتحالفاتها، فبينما تدين بعض الدول العنف وتدعو إلى ضبط النفس، تقدم دول أخرى دعماً غير محدود لأحد أطراف الصراع، وتحاول المنظمات الدولية القيام بدور في احتواء الأزمة، إلا أن فاعليتها تبقى محصورة بسبب استقطاب المواقف الدولية.
سكشن تسن مسلم الغرب ضحايا صورة نمطية وتبعات صراع لا يد لهم فيه. يدفع المسلمون في الدول الغربية ثمن الصراع في الشرق الأوسط رغم عدم ضلوعهم فيه، ويتعرضون للتمييز والعداء والعنصرية بسبب ديانتهم في ظل تنامي خطاب الكراهية ضد الإسلام الإسلاموفوبيا، ويصبحون كبش فداء للأحداث الدامية في المنطقة رغم دعواتهم المستمرة لنبذ العنف والإرهاب. سكشن تارا الخاتمة ضرورة الحوار. مستقبل المنطقة على المحك، يبقى الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتجنيب المنطقة ويلات حرب مدمرة. فعلى جميع الأطراف التخلي عن لغة التهديد والعنف والتوجه نحو مفاوضات جادة تفضي إلى حلول عادلة وشاملة، ومستقبل المنطقة برمته على المحك. فإما أن تصبح ساحة حرب ودمار، أو أن تزهر سلاما وتعايشا ومستقبلا أفضل لجميع شعوبها.